السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناه عالم ساره يوسف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. مبروك عواشركم وتقبل الله الصيام والقيام وصالح الاعمال منا كاملين يا ربي. اليوم كنقترح عليكم غريبه ولا المعلكه بالجنجلان والكوك، سهله وناجحه من اول تجربه، معلكه بلا زيت بلا زبده. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش، وما غنطولوش ندوزو ديريكت للمقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا 200 غرام ديال الكوك ولا جوز الهند، الميد من الرقيق. ملي تاخذوا الكوك عند العطار ولا اللي كيبيع الحلويات، حكوا شويه من بين يديكم الى خرج منه الزيت، راه هذاك هو الميد، هو الكوك سبيسيال. عندي هنايا 200 غرام ديال الجنجلان او السمسم، حتى هو حمرته وطحنته. هنايا الجنجلان راه عبرته، هي جوج الكيسان ديال العنبه. الكوك كنستسمح، نسيت ما عبرتوش لكم بالعنبه، تقدروا ديروا رابعه. عندي هنايا سكر الفاني، وعندي خماره قيمه 8 غرام. كيف ما قلت تقدروا ديروا رابعه ديال الكوك ورابعه ديال الجنجلان. عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، من الاحسن ديروا اكثر، لان انا درت غير 4 المعالق، قلت غنقص الحلاوه ولكن جات ناقصه في الحلاوه. عندي 2 معالق ديال الكوفيتير الجاري ديال الحلوى، وعندي ما بين 2 حتى 3 البيضات، يعني البيض على حسب الحجم البيض اللي عندكم، على حسب الكوك اللي غتستعملوا. غندوزوا للطريقه وغنشرحوا اكثر. اول حاجه غنجيب الكوك كيف ما قلت هنايا 200 غرام حتى 250 غرام ديال الكوك اللي شديته وطحنته. راه ملي كطحنوه كيكون ميدم، لان ضروري خص يكون الكوك من نوعيه جيده. هنا غنزيد عليه الجنجلان، غنزيد السكر كلاصي كيف ما قلت، زيدوا السكر، ديروا واحد 6 المعالق اللي يكونوا عامرين، وواحد 100 غرام. هنا انا قلت زعما غنفندها. هنا زدت شويه ديال الملحه باش نوازنوا الذوق، وغنزيد سكر الفاني وغنحرك النواشف كلهم. بالنسبه للغريبات اللي كيكون فيهم الكوك، بزاف ديال الناس ما تنجحش معاهم. علاش؟ لان كتنشف. علاش؟ لان الكوك تيكون ماشي ميدم، كيبقى يشرب لهم كاع داك الزيت وكيشرب داك البيض، وملي كطيب وكتخرج تتولي قاصحه. يعني ضروري نستعملوا كوك من نوعيه جيده، هذه كنأكد عليها. صافي، من بعد ما كنخلط دوك المواد اللي ناشفين، غنزيد هنايا خماره. حتى الا درتو رابعه الكوك ورابعه ديال الجنجلان، غديروا خماره واحده كافيه ولا معلقه صغيره بحال اللي عندها مثلا بكيه كبيره ديال الخمارات الحلوه. غنزيد هنايا 2 المعالق ديال الكوفيتير الجاري ولا كوفيتير ديال الحلوه، هذا هو اللي غيعلق لينا الحلوه. وهنايا هانتوما غتشوفوا، غنضرب غير 2 ديال البيضات وهما كفاوني. الا درتو رابعه تقدر تمشيو رابعه ديال الكوك ورابعه ديال الجنجلان، تمشيو حتى 3 ديال البيضات. المهم هنا كيبقى على حسب الحجم ديال البيض، يقدر يكون عندكم صغير تحتاجوا 3، الا كان عندكم كبير غديروا غير 2. المهم الثالثه طربوها، الا مثلا ما تجمعاتش لكم بجوج ديال البيضات، الثالثه طربوها وزيدوها بشويه بشويه، لان 2 اغلبيه غتزيدوهم كاملين ولكن الثالثه ما غتزيدوهاش كامله. المهم كنحاول نشرح على حسب التجارب وصافي. صافي، غنخلط مزيان داك المواد الناشفه بعدا مع الكوفيتير، وغنزيد بشويه بشويه هذا البيض. طبعا الحل نكونوا خرجناه من قبل من الثلاجه، يعني يكون بحراره المطبخ، ونطربوه عاد باش نزيدوه. وانا كنخلط، هنا راه باقي عندي النواشف لتحت، اذا خصني نزيد البيض. صافي، هنا زدت 2 بيضات كاملين، وغنوريكم طبيعه الحال القوام ديال الحلوه. هاد المعلكه كتبقى من ألد المعلكات اللي عزازين عليا. غتلقاو معلكه ديال الكاوكاو، غتلقاوها في الصفحه ولا في القناه، غتلقاو الغريبه البهله، غتلقاو الغريبه ديال السميده والكوك، غتلقاو غريبه المايزينا، كلهم حلويات اللي ناجحين. كنصحكم انكم تشوفوهم وتجربوهم. صافي، هنايا دوك جوج بيضات جمعوا لي النواشف كاملين. ما نخليوش العجينه قاصحه بزاف باش ما تجيناش قاصحه الحلوه من بعد، وما نخليوهاش جاريه يعني مرخوفه بزاف، غتسيح لينا من بعد في الفران. صافي، هنايا كنجرب ناخذ الى جمعات لي كره بهذه الطريقه. صافي، راه هي هذيك العجينه، وكيف ما كنقول ما تكونش قاصحه، ضروري ما تكونش قاصحه العجينه. هنا غنجيب السكر كلاصي غنغربلو باش ما يبداش يتكور لينا، نبداو نفندو فيه. خصو يكون سكر من نوع جيد ضروري باش يبقى لكم على الحلوه. وغنزيدكم واحد لاستيس، غتزيدو ليه واحد المعلقه ديال النشا. هانتوما تشوفوا، غنغربلها وغنزيدها باش نتفاداو
ان داك السكر غلاسي تشربوا لنا الحلوه، ولكن من ضروري انه يكون سكر غلاسي من نوعيه جيده. صافي هنا غادي نشكل كرات، هنايا كنشكل وكنعبر تقريبا درت فيهم 20 غرام، تقدروا ديروا 25 حتى 30. بالنسبه لي انا 20 غرام كتجي هي هذيك حلوه في المنظر، ديروا 25 حتى هي مزيانه. صافي غنبقى نشكل كرات ونحطهم في سكر كلاصي. الشوره ما دهنت يدي لا بما زهر لا بزيت لا والو، يعني راه العجينه كتكور بوحديتها ما كتلصق ما حتى حاجه. صافي وهنايا غنجي نبدا نفند. كنأكد على السكر كلاصي يكون من نوعيه جيده، لان بزاف ديال الاسئله جاوني كيفاش يبقى السكر هكا كتابت على الحلوه. راه السر هو السكر كلاصي يكون من نوعيه جيده. وكنشكركم من هذا المنبر على التعليقات ديالكم الزوينه، على الرسائل اللي كيجيوني في الخاص، كتفرحوني بزاف بزاف بزاف. كنشكركم للدعم ديالكم، كنعتبركم خواتاتي، شكرا لكم بزاف. ملي غنسالي وغندوزو للمرحله المهمه اللي هي الطياب، غندوي عليها سواء فران ديال الغاز ولا ديال الضو. بالنسبه للفران، اي فران بعدا خصو يكون سخون مزيان قبل ما ندخلو الحلوه. ملي كندخلو الحلوه مثلا ديال الضو، كنطفيو لتحت وكنخليو غير الفوق اللي شاعل، وكنحطو اللاطه فوق شويه تكون ولا شبكه تكون الوسط. صافي كنخليوها حتى تشقق. بعض المرات ما كنحتاجوش كاع نهبطوها طيب من التحت، لانها اصلا هي راه طايبه غير بوحديتها. مهم الا هبطتها طيب ليا شويه من التحت، غير تحمر شي شويه من التحت، غير حركتها من بلاصتها تحركات ليا صافي راه طابت، نخرجها ما نخليوهاش بزاف في الفران. راه ما تتاخرش كثار من 10 دقائق في الفران باش ما تقصحش من بعد. والفران ديال الغاز اهم حاجه هي نشعل عليه العافيه فوق منها، سواء ندخلها لتحت ولا الفوق، نشوف العافيه اللي مزيانه غنشعل الفوق منها حتى تشقق، نطفي الفوق فوق منها ونشعل تحت منها حتى تحمر شويه تحرك من بلاصتها ونحيدها، ما نخليهاش بزاف في الفران. نتمنى نكون وصلت لكم المعلومات بطريقه صحيحه. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي جيم فيديو، تعليق محفز، تشتركوا في القناه الى مازال ما اشتركتوا فيها، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.